الإسلام، وها هو الشوط الثاني، والشوط الثاني مخصص للإذاع البكار المهجنات الأصايل. مباشرة نسير مع مقدمة هذا الشوط الواصلة على المقدمة للسيد محمد بن عوض بن عايد الجهني، وفي المركز الثاني أسياد، في المركز الثاني للسيد محمد بن سلطان بن مرخان الاجتبي تندفع إلى مقدمة هذا الشوط، وفي المركز الثالث غنائم للسيد عبد الله بن أحمد بن محمد الجسمي على المركز الثالث، وفي المركز الرابع الفائزة للسيد مظفر بن غلام بن موسى البلوجي. مرحبا مرحبا يا ابو مظفر. ننتقل الى المركز الخامس، وفي المركز الخامس الطليلية للسيد حمد بن صالح بن طرشوم العامري، وفي المركز السادس الشاهينية للسيد علي بن احمد بن عبد الله المرر، وفي المركز السابع نشوف شمس للسيد محمد بن خليفة بن شاهين الغفلي، وفي المركز التاسع الشاهينية للسيد عامر بن سعيد بن سعد الرفادة المري. الشعار الرسمي متواجد على ظهر الشاهينية على المركز الثامن، وفي المركز التاسع. هذه النتيجة، هذا أول ندى للمراكز الموجودة هنا. مشكور يا علي، يشر علينا يقول المراكز كلها متغاربة بعضهن ببعض بغيادة أسياد. أسياد بشعار صعب المضمرين، الشعار اللي أنجز العديد والعديد على ظهر السبق من السن الحجايج حتى سن الكبار، مع الرموز ومع السيوف ومع الخناجر ومع الأشدة، يا سلام، ومع البنادق. شعار صعب المضمرين، دائما من تشوف هذا الشعار تجد الصعوبة في المطية المتواجدة. احسب له 1000 حساب من يظهر هذا الشعار. ها هي أسياد على المقدمة للسيد محمد بن سلطان بن مرخان الاجتبي على مقدمة هذا الشوط، وفي المركز الثاني غنايم للسيد عبد الله بن أحمد بن محمد الجسمي. يا سلام يا الجسمي، بدأت الآن تقترب وتنتقل إلى المركز الثاني. الطليلية خادمة بنت الطليلي، يا سلام، بنت الطليلي على المركز الثالث في هذه اللحظات. يا سلام يا الطليلية للسيد حمد بن صالح بن طرشوم العامري، وفي المركز الرابع الواصلة للسيد محمد بن عويض بن عايد الجهني، غادمة من المملكة العربية السعودية. مرحبا بضيوفنا في بلدهم الثانية في دولة الإمارات العربية المتحدة في دانة الدنيا دبي على أرضية ميدان المرموم. المركز الخامس الشاهينية للسيد علي بن أحمد بن عبد الله المرر، وفي المركز السادس من الجانب الثاني. يا سلام يا سلام اللي في المركز السادس في هذه اللحظات، شمس للسيد محمد بن خليفة بن شاهين الغفلي. يا سلام، قادمة من ميدان اللبسة من إمارة أم الغويل للمشاركة هنا، والشمس بدأت ترتفع في سماء ميدان المرموم. ننتقل إلى المركز السادس، وفي المركز السات ترى الآن اللي في المركز السات الفائزة للسيد مظفر بن غلام بن موسى البلوشي، وفي المركز هي في المركز السابع، وفي المركز الثامن الشاهينية للسيد عامر بن سعيد الرفادة. مرحبا يا أبو سعد بالمشاركة. الشعار الرسمي، الشعار الذي صال وجال على أرضية الدولة وخارج أرضية الدولة، شعار عامر بن سعيد الرفادة. يا سلام، هذه النتيجة، هذه النتيجة. ونرجع إلى أسياد سيدة الشوط حتى هذه اللحظات والركض الغائي، بس هنا الحذر، الحذر من غنايم من شعار الجسمي أيضا قادم قدوم قوي، عينها على أسياد، عينها على المنافسة على مقدمة هذا الشوط، لكن أسياد تقول أنا موجودة متسيدة هذا الشوط بشكل
شعاري صعب المضمرين. يا سلام يا سلام يا محمد يا بن سلطان يا بن مرخان الاجتبي على هذا الأداء المتميز الذي تقدمه أسياد. وفي المركز الثاني غنايم للسيد عبد الله بن أحمد بن محمد الجسمي. وفي المركز الثالث الطليلية للسيد حمد بن صالح بن طرشوم العامري. وفي المركز الرابع نشوف منك من الجانب الثاني أرى الواصلة للسيد محمد بن عويض الجهني. يا سلام. المركز الخامس شمس للسيد محمد بن خليفة بن شاهين الغفلي. وفي المركز السادس الشاهينية للسيد عامر بن سعيد بن سعد الرفادة. يا سلام. نرجع إلى المقدمة. وين بلاده في المملكة يا أبو فارس الجهني؟ يا سلام. غادم من منطقة القصيم يا الطرفية. يا سلام. يتابعون هذا الأداء لكن رفعت راية التهدين بدت خطورتها تظهر. الواصلة وصلت إلى مقدمة هذا الشوط والمنافسة مع أسياد. يا سلام أسياد والواصلة 1200 ما تبقى عن خط النهاية. ردت أسياد رقم الخطورة الذي يتمن الواصلة لكن أسياد لا زالت متسيدة. يا سلام. دير بالك يا محمد يا بن فريش. هل القصيم غادمين بقوة وعينهم على المركز الأول. وأيضا الشعار الرسمي شعار الرفادة غادم. دير بالك لكن الواصلة بدأت توصل بدأت تغير تنتقل فارغ راس لكن الشعار الرسمي غادم بقوة على ظهر الشاهينية. يا سلام. يبقى الرسميات. يا سلام. من تقرب الرسميات تشوف شعار عامر بن سعد الرفادة ايضا يظهر جديده وجديده لكن الواصلة والطليلية غادمة. يا سلام يا سلام يا سلام. ها هي الواصلة للسيد محمد بن عويض الجهني لكن الطليلية. يا سلام. غادمة من مدينة العين من منطقة زاخر. يا سلام يا الطليلية تغير إلى المقدمة للسيد حمد بن صالح بن طرشوم العامري. سلام يا مدينة العين. سلام يا زاخر. سلام يا إنتاج الطليلي وسلالة الطليلي ومحمية الروية. ها هو الطليلي متواجد في محمية الروية. يا سلام. هذه سلالته. تهانينا من العماق للسيد حمد بن صالح بن طرشوم العامري على فوز الطليلية بالمركز الأول. المركز الثاني الواصلة للسيد محمد بن عويض الجهني. المركز الثالث الشاهينية للسيد عامر بن سعيد بن سعد الرفادة المري. المركز الرابع أسياد. في المركز الرابع للسيد محمد بن سلطان بن مرخان الاجتبي. المركز الخامس غنايم للسيد عبد الله بن أحمد بن محمد الجسمي. هذه النتيجة والتوقيت الزمني ساعة وصول الطليلية إلى خط النهاية بعدما تجاوزت لوحة 6 كيلومتر بكل جدارة وبكل فوز وبكل افتخار في زمن وغدرة 9 دقائق 25 ثانية 8 أجزاء من الثانية. تهانينا للسيد حمد بن صالح بن طرشوم العامري على فوز الطليلية بهذا الشوط المهجنات الذي وصلت في المركز الثاني الواصلة وكانت منافسة قوية قادمة من المملكة العربية السعودية للمشاركة هنا في زمن وغدرة 9 دقائق 31 ثانية. تهانينا للسيد محمد بن عويض الجهني والذي وصلت في المركز الثالث بالشعار الرسمي الشاهينية 9 دقائق 31 3 أجزاء من الثانية. تهانينا للسيد عامر بن سعيد بن سعد الرفادة المري. تهانينا أيضا لمضمرها راشد بن عبيد بن بعيران المري. تهانينا للجميع على هذا الأداء المتميز الذي قدمنا الإذاع في هذا اليوم. تابعنا شوط المحليات وشوط المهجنات وهنا شوط الإذاع الجعادين المحليات. ينطلق زميلي سفاح الشمري بالتعليق والوصف للمراكز 10 الأوائل طولة مسافة 6 كيلومتر.